كاظمة حل ضيفا على العربي في المنصورية ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز. صافرة الحكم علي محمود أعلنت بداية المباراة، وكتيبة روبرتو بيانشي بدأت المباراة بهدف سريع برأسية حمد حربي. اشتدت الأعصاب في الدقائق الأخيرة، وأطلق بعدها الحكم علي محمود صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم كاظمة. العربي في الشوط الثاني فعل ما فعله كاظمة في الشوط الأول، واستطاع تسجيل هدف سريع منذ البداية، وبرأس أيضا الفلسطيني عدي الدباق سجل الهدف الثاني للأخضر بعد متابعة ناجحة لكرة الليبي سنوسي الهادي التي ردتها العارضة. بندر بورسلي كاد أن يعيد كاظمة للمباراة لولا تألق عبد الغفور. حسين كنكوني أنقذ مرماه وحرم الدباق نجم المباراة من تسجيل الهاتريك. قائم عبد الغفور الأيمن حرم شبيب الخالدي من تسجيل هذه الكرة. وبعد صافرة نهاية المباراة التي ابتسمت للأخضر، أشهر علي محمود أيضا بطاقة حمراء أخرى لعلي عتيج. عبد الله، الجماهير العربوية اليوم ساندت الفريق، لكن في أنباء عن غرامة على النادي العربي لحضور هذه الجماهير. أنا ما أدري الغرامة هذه حق شنو يعني، أنت الغرامة وين راحت يوم افتتاح مجلس الأمة؟ وين؟ العالم قاعدة فوق بعضها بافتتاح مجلس الأمة، هذا المدرج مفتوح يا أخي، خلي العالم تستانس، خلي نصير مثل باجي دول الخليج اليمنى، نشوفهم فاتحين مدرجات، الدوريات الأوروبية فاتحين المدرجات، ليش احنا بس؟ وبعدين في تباعد قاعدين العالم مو لاصقين ببعضهم بعض. بندر، الجماهير العربويه بدات تهتف باسم بندر، شكلك ضاغط الامر هذا. ان شاء الله تكون انطلاقتنا للدوري هذه المباراه ان شاء الله. شنو يعني لك الجمهور اللي يهتف باسم؟ لا، جمهور بالقلب، جمهور العربي على راسي. تقدرون تهدون لنا شيء هذا الموسم؟ باذن الله ان شاء الله، باذن الله اخوان اللاعبين ان شاء الله نقدر نطلع ان شاء الله. احنا مستغربين يعني من حكم المباراه علي محمود في الثواني الأخيرة في ضربة جزاء لنادي كاظمة، لو كان مشكوك فيها على الأقل يرجع للفار، ما يصير يقول للاعبين اللاعب مو متعمد، أنت دخلت في النوايا علي محمود تقول للاعب مو متعمد، حاشة بعيدة، أيا كان كانت ركلة جزاء أو ما كانت ركلة جزاء، إي ثابتة أو مي ثابتة، هذا موضوع ثاني، أنت ما يصير تقول للاعبين وتنرفزهم. يعني إحنا شفنا بدر حجي وفواز بقيت وهم لاعبين ما انطردوا، لعبوا مواسم عديدة ما انطردوا، انطردوهم إداريين، يعني شوف الحالة اللي وصلوا لها الجهاز الإداري. ليش دايم اخطاء التحكيم هي اللي تفرض نتيجه المباراه؟ هذا على الاتحاد يراجع حسابات، الامر مو معقول صراحه، اذا يبون رياضه الامر مو معقول. وفي مباراه اخرى، جامعه السالميه الذي يسعى لتعزيز موقفه على ارضه، والشباب لانقاذ بدايته الغير مرضيه. الشباب بادر بالهجوم واضاع فرصه تسجيل محققه، والسالميه ايضا كاد ان يسجل لولا تصدي سعد العنزي. ومن لعبة جماعية رائعة ومثالية للشباب، أكمل جمالها أوسينو سيزار بتسجيله هدف التقدم. شوط أول طقى عليه الطابع الهجومي وعدم التحفظ، وكان مليء بالفرص، انتهى بهدف يتيم للضيوف. ابتدأ الشوط الثاني من اللقاء ولم يختلف عن سابقه بالإثارة واللعب الهجومي. نداي انفرد وحيدا بالمرمى ليتجاوز أحمد عادي ويضع هدف تعزيز التقدم، معمقا جراح السالمية في هذه المباراة. فابيانو من رأسية ارتطمت برأس سعد العنزي وأكملت طريقها في المرمى، قلص الفارق للرهيب، ليطلق الحكم عبدالله الجمالي صافرته معلنا عن فوز شبابي بهدفين مقابل هدف يتيم. يعني الدوري الكويتي السنة أنا أتوقع أصعب دوري، لأن الفرق كلها مستعدة ويايبة محترفين ومجهزين حالهم، كل مستويات الفرق زينة. إحنا اليوم يمكن عندنا نقص 3-4 لاعبين شوية مثل ما تقول أثر على الفريق، مو عذر، عندك الحمد لله البدلاء والنعم الموجودين، لكن ما أدري سوء حظ يعني أول 5 دقائق كورتين مالت فابيانو اللي ضاعوا، افتكر لو داش جول واحد منهم كان تغير اللعب كله. ما خالفنا التوقعات صراحه، كانوا داشين واثقين من نفسنا، مباراه طافه تم، كنا نستحق الفوز او على الاقل نتعادل، رغم النصر فريق محترم، حتى فريق السالمين فريق محترم الصراحه، فريق متطور مع الكابتن محمد المشعان، بس احنا كنا الصراحه اليوم افضل واستحقينا الفوز، وكنا كان من المفترض ان نضاعف النتيجه. اقول الف مبروك لرجال نادي الشباب، الروح القتاليه
اللي بالملعب واللي خارج الملعب لكل من آزر الفريق أقول لهم ألف مبروك. وبالنسبة حق هذه المباراة ممكن أنت وجهة نظرك تقول لنا خارج التوقعات، ولكن إحنا فريق قاعد نجتهد وقاعد نسعى لأجل هذه المباريات الكبيرة. يعني إذا حققنا 3 نقاط فهذا نتيجة مجهود كبير قاعد نقوم به بالتمرين. نادي السالمية فريق كبير، فريق يحترم، يلعب كرة جميلة، الحمد لله قدرنا ناخذ 3 نقاط، كانت نقاط جدا مهمة بالمنافسة إن شاء الله على هذا الدوري. الشباب تفوق علينا في هذه المباراة على مستوى الصراعات الثنائية، على مستوى سرعة نسق المباراة كان أسرع منا في التحولات الهجومية وأيضا في التحولات الدفاعية. جزء مهم من كرة القدم عليك أنك تتقبل خسارة، ويجب أن تكون شجاع وتتحمل المسؤولية. أنا أتحمل مسؤولية أي نتيجة بعد المباراة. احترمنا الفريق السالمية، ومثل ما قلت لك احنا المحترفين اللي عندنا واللاعبين اللي عندنا عندنا ثقة فيهم. المباراة الأولى خسرناها قدام فريق كبير نادي النصر طبعا، لكن عارف إذا أنت تبي تكون بالمعمعة وتبي على قولتهم تكون موجود مع الفرق لازم تحاول أنك تكون عندك ثقافة الفوز على الفرق الكبيرة، وقاعد نعود لاعبينا حاليا على الثقافة هذه. في مكافأة للاعبين؟ إيه خلصنا على طول، ما يخلونك اللاعبين قبل لا يجيك لا لهم مكافآت ويستاهلون، وكل لعبة إن شاء الله بتكون مكافأة لهم. فوز مستحق للشباب على السالمية والعربي بهدفي الدباق، حقق انتصاره الأول في الدوري على حساب كاظمة. لبرنامج الديربي خلف العنزي.